اللقاء ديال اليوم هو المؤتمر العالمي الثالث حول الأمن الكيميائي والتهديدات الكيميائية المرتبطة ولنا علاقة مع العمليات الإرهابية ومع التهديدات الإرهابية وكذلك مع الإجرام المنظم عبر العالم. هذا اللقاء غادي يكون فيه 350 خبير اللي حضر الآن 227 مندوب ديال مختلف الدول الأجنبية، تقريبا أكثر من 70 دولة أجنبية. بطبيعة الحال حاضرين الممثلين ديال المؤسسات والوزارات المغربية ومختلف القطاعات والمؤسسات الأمنية بما في ذلك القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وكذلك الإدارة العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك وغيرها من الإدارات الأخرى وكذلك أكاديميين مغاربة. هذا اللقاء هذا يكون فيه تبادل ديال التجارب والخبرات ويكون واحد النقاش اللي هو شفاف، واحد النقاش اللي هو واضح ما بين الأجهزة ديال إنفاذ القانون والخبراء الدوليين في المجال ديال الكيميائي باش نشوفوا التجارب ديال الدول والتجارب اللي كذلك عرفها المغرب. وكما كتعرفوا المغرب في إطار المحاربة ديال الإرهاب والتطرف عنده استراتيجية وطنية وهو يعتبر رائدا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. والاختيار ديال هذا المؤتمر الدولي الثالث في المغرب لأول مرة خارج إطار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول ودليل كذلك آخر على أن البلد على أن المغرب هو بلد الأمن والأمان، بلد ديال التعايش اللي تعيش فيه جميع الديانات السماوية وكتعايش فيه جميع الديانات السماوية، هو بلد ديال الحوار، هو بلد ديال الانفتاح، هو بلد ديال الأمن والأمان. ونتمناو باش تكون هاد الأيام الثلاثة الأولى اللي غادي تكون فهاد المناظرة وتاليها كذلك واحد الاجتماع خاص غير بالخبراء يوم الجمعة، غادي يكونوا غير الخبراء اللي عندهم علاقة بالعمل الأمني، غادي يكونوا الأكاديميين والباحثين إلى آخره، ونخرجوا بواحد الخلاصات اللي هي مهمة، واحد اللي غادي تعطي واحد الدفع آخر، لأن كما كتعرفوا دابا الجماعات الإرهابية ولا هاد الذئاب المنفردة تحاول اللجوء إلى المواد البيولوجية والكيميائية لاستهداف مجموعة من المناطق الحساسة إلى آخره.